ما كاينش حد ادنى آسف سي فتاح عطيني شويه راس الخيط ما كاينش حد ادنى ما كاينش حد أدنى سو واحد يجي يقول لك انا هذا الشيء اللي عندي 5000 درهم سير للاستوديو وسير جيب الموسيقيين واجي خدام. وما عندكش الوقت وما عندكش الوقت ولا ما بغيتيش كاين واحد اخر بيان ما بغيتيش كاين واحد اخر وانا هذا الشيء واخا الاسم مثلا في المغرب فتاح النقادي واخا يكون الاسم ديالك تبيل بلال <صحيح> والله <رح سلام> <صحيح> ايه الهيكله ديال القطاعات باش نقدروا نهضروا عليها بيان ما عندك شي حيت اللبناني فاش كتمشي تغني غير في اي بلاصه تغني في دار في لبنان والله ما توافق عليك النقابه لن تغنيتي الموسيقى التصويريه دائما سؤال اكثر وضوح واش ممكن الانسان يعيش بها في المغرب بس يفتح أه يمكن إذا كانت نزاهه فهمتي الا كان الناس كيثيقوا بك وعاطينك واحد القيمه فنيه وعاطين قيمه انسانيه بطبيعه الحال غادي يمكن تعيش بها غادي يمكن تعيش بها واحد الحد ادنى بطبيعه الحال لان انت بحالك بحال الناس غتبقى تسنى ست شهور وغتسنى لابيل دوفخ طبعا باش طبع. با تفهم ميزيسيان حيت ميزيسيان لو ميزيسيان حيت كاين تكنيسيان ما هذاك يعيش بها ولا ما يعيش بها ما انا شو ميزيسيان انا في عندك كونتين ما لقيت ما غندير نهز لاكورديون ديالي ونجلس في اي ساحه وغادي نعزف كيف غادي نعيش جامي غنموت